مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونوا بخير. أنا الحمد لله بخير. بالبداية اللي مو مشترك بقناتي يا ريت يضغط على زر الاشتراك. هذا أوكي. أول مرة أسوي هالحركة فما أعرف سويتها صح ولا غلط. لحظة، أوكي. المهم ضغطوا على زر الاشتراك يا جماعة والجرس حتى تفعلون الإشعارات حتى تجيكم فيديوهاتي أول بأول. واليوم راح نجرب حلويات يابانية. خلينا نكتشف شنو داخل الأكياس. 1 2 3. بسم الله. بالنهاية نهاية هذا الفيديو راح أقول نكتة ضحك، وإذا ما مصدقيني مشوا الفيديو الأخير راح تشوفون النكتة. فأول حلوة راح نجربها هو هذا الكتكات الغريب العجيب اللي بيه نكهة الفراولة، شوكولاتة بنكهة الفراولة. 1 2 3. ميني صغيرونة. الله، ريحة فراولة طالعة. شوفوا يا جماعة شوفوا شلون حلو طعم فراولة. أبدا ما بي طعم شوكولاتة، بس هي حماس يحمس يعني، عجبني. نجي للي بعده. خلينا نخلي هاي ما ناكلها لأنه حتى نبقي مكان بمعدتنا للحلويات الثانية. يا جماعة على مود هاي الكتكات أريدكم تسوون أكبر لايك بالدنيا، حتى لو أنتم ما حبيتوا هاي الكتكات سووا لايك يعني عادي. هاي الأكلة اسمها موتشي، وهي عبارة عن يعني نشا البطاطس هيك مكور، ما أعرف شلون أشرح لكم، أكلة كلش طيبة. المهم يعني أنا أعرف هاي الأكلة، أنا ما مجربة الفاصوليا، أنا مجربتها بطعم السمسم ومجربتها بطعم الفراولة أيضا، بس هسه راح نجربها بطعم الفاصوليا. يلا أوكي، هذا هو الموتشي، راح ناكل وحدة وراح أراويكم شنو داخلها بالضبط. يا جماعة هذا ما ينفتح. يا جماعة هاي شنو؟ أوكي هذا هو الموتشي، هذا هو الموتشي. شوف شلون، هذا عبارة عن نشا بطاطس وهذا فاصوليا سودا. طعمه مو حلو، ما عجبني، مع انه ايس كريم الموتشي كلش طيب، بس هذا مو طيب. اكو وحدة يابانية مرة سوت موتشي وجابته وانا اكلت من موتشيها، يعني كان كلش طيب بس هذا مو طيب. اوكي يا جماعة نجي للحلاوة اللي بعدها اللي هي هاي الاعواد. بعرف شلون شكلها، اعواد وبيها حشوة بنكهة الكاكاو او شوكولاتة. وهاي الحلاوة اعتقد هي مال عيد الحب، يعني مال حبيبة وهاي الاشياء، يعني اكو قلوب هنا مرسومة، او هم اليابانيين يمكن يعني يحبون هاي السوالف الكيوت. ما فيها طعم الشوكولاته، بس انا راح اخمن انه هو هذا، اعتقد هذا الفراوله وهذا الحليب، فهذا شوكولاته يعني. ان شاء الله يكون طعمه طيب، بس هو ترى كلش خفيف، وزنه كلش خفيف. وهذا هو شكله، شن ايس كريم يعني. شوفوا هذا هو شكله، اوه ماي جاد، شن حلاوه ببلي بالضبط. هاي شوكولاته حقيقيه بس بيها ببلات، طيبه كلش، جودتها فاخره، كلش عجبني، كلش طيب هذا الشيء. هذا انطيه 10 من 10، مع انه انا نحسب الاكل بس هذا الشيء أثار إعجابي. نجي للشيء اللي بعده، هي حلاوة بوكي. بوكي حلاوة مشهورة باليابان اللي هي بسكت ومحطوط عليه شوكولاتة، بس هذا المختلف به إنه مغلف بطبقات من الشوكولاتة. أوكي يا جماعة فهسه راح ناكله ونجربه. طبعا هذا البوكي به 12 حبة بس، وهذا هو البوكي، هسه راح أراويكم شنو داخله من أكله. كأنه كريمة شوكولاتة داخلة، يعني مثل النوتيلا، طبقتين من الشوكولاتة، طبقة داخلية طبقة خارجية. مو كلش عجبتني بصراحة لأنه طبقة دسمة من الشوكولاتة، يعني ها شوية سمن. ما راح نعطيها تقييم 10 من 10، راح نعطيها 5 من 10. نجي للحلاوة الأخيرة، هي حلقوم مصنوع من حبوب الفاصوليا البيضة. طبعا هذا الحلقوم من مواد جيلاتين، بس قررت انه هذا الجيلاتين جيلاتين نباتي، شكله بالضبط مثل الحلقوم يعني. خل اراويكم شكله اول شيء عن قرب. هذا هو شكله، لا سهل الفتح، وهاي هي القطعه المستطيل الموجوده داخل. والله طعم فاصوليا يابسه، احنا ناكل مرق يابسه، هم ياكلون حلقوم يابسه، بس فاصوليا والله فاصوليا شيء عجيب. بالنسبة للأشياء الباقية فأنا عندي 4 من اصنعها بنفسك الحلويات اليابانية اللي أنتوا تحبوها، فأنتوا اختاروا لي وحدة من هذول الأربعة. راح أحط لكم استبيان هنا. عندنا هذا الخيار رقم 1 وهو كريم كراميل، هذا الخيار رقم 2 وهو آيس كريم، هذا الخيار رقم 3 وهو بيتزا، وهذا الخيار رقم 4 وهو برجر. فإيه هي هاي الأربع خيارات اللي موجودة قدامكم، وتقدرون تختارون واحد منها من هذا الاستبيان اللي راح يطلع لكم، فصوتوا وإن شاء الله بالبث المباشر الجاي راح نصنع حلويات يابانية مباشرة على الهواء. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، لا تنسون تسوون لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، واشتركوا بالقناة إذا أنتم مشتركين، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة. فد مرة صدمت بنية؟ بين يوم ويوم. بين يوم ويوم تصدم؟ يا الله. عمرك الحقيقي. هاي صعبة. يلا خلصت الـ5 ثواني، خلصت الـ4. خلاص. خلاص هذا جواب ما أقدر أجاوب عليه، خلصت الـ5 ثواني خسرت. في واحد كان راح ينتحر فوق عمارة تجمع الناس، راح ينزل يشوف ايش السالفة.
استوعبتها متأخر.